جيهان شكرا على الأغنية، يعني يمكن هاي اللي بطلبها من شهر. شكرا مشاهدينا. رح نتطرق الآن إحنا وياكم لموضوع هام جدا، بما أنه الشباب في مجتمعنا الأردني يحظى بنسبة كبيرة جدا من عدد سكان الأردن 70%. إذا كان هنالك توجه ورسائل دائما ملكية من قبل جلالة الملك بالعناية وتوجيه الشباب وأعطائهم أيضا الثقة بأنفسهم ودعمهم. علشان هيك اليوم رح نحكي إحنا وياكم عن المجلس الأعلى للشباب، هذا المجلس الذي يلقى على عاتقه مهام أيضا كبيرة جدا تتعلق بدعم الشباب وأيضا تحفيزهم، هالطاقات الموجودة عندهم كيفية توجيهها بشكل إيجابي. فاسمحوا لي أرحب أجمل ترحيب بضيفي الكريم عطوفة الدكتور رشاد الزعبي، وهو الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب. أهلا وسهلا فيك دكتور. حياك الله يا ستي، الله يبارك فيك. عليكم مسؤولية كتير كبيرة، يعني إحنا بنحكي على نسبة كبيرة من عدد سكان الأردن، والآن الكل يعني كل الجهود حتى الرسائل الملكية منصبة على الشباب، لأنه يبدو في نظرة مستقبلية للأردن من خلالهم، والحمد لله يعني هم فرسان التغيير. إحنا بنستضيف عنا هنا ناس كتير منهم، فدائما بنحكي أنه الأردن بخير لأنه ما شاء الله شبابنا. خلينا ناخذ دكتور في البداية زي ما أنا حكيت أنه الرسائل الملكية من قبل جلالة الملك كانت يعني تسلط الضوء على أنه لازم الشباب، العناية في الشباب، كان سيدنا كتير مركز على هذا الموضوع من خلال الرسائل الملكية. الآن أنتوا كيف بتعملوا في المحافظات في سبيل أنه تطبيق الرسائل الملكية على شبابنا في مختلف محافظات المملكة؟ يا ستي شكرا لك على هذا الطرح، وهذا حقيقة طرح عميق جدا للآلية اللي بيشتغل بها المجلس الأعلى للشباب. مثل ما بنعرف أنه مؤخرا يعني كان عندنا حدث تاريخي كبير جدا، وهي الانتخابات مجلس النواب الأردني اللي الحمد لله رب العالمين كللت بالنجاح. كان المجلس الأعلى للشباب منذ ما يزيد عن 3 أشهر اشتغل في مبادرة صوتك حاسم على 3 مراحل. المرحلة الأولى اللي هي يعني الحوار مع الشباب لتوجههم إلى عمليات التسجيل، بالإضافة إلى تم أيضا الحوار مع الشباب من خلال 140 مركز شباب للشباب والشابات في مختلف مناطق المملكة. وكانت الهدف الرئيسي اللي هو توجه الشباب إلى الانتخاب، بالإضافة إلى مساعدة الآخرين وتشجيعهم وتحفيزهم. ويمكن يعني شفنا على وسائل الإعلام شباب من المجلس الأعلى للشباب يرتدوا وشاح المجلس الأعلى للشباب ويساعدوا ذوي الاحتياجات الخاصة ويساعدوا في نقل الناس اللي إلى مراكز الانتخاب وأرشادهم، بالإضافة إلى أن المجلس الأعلى للشباب ساهم من خلال بيوت الشباب المنتشرة في مختلف مرافق المملكة بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخابات في عملية توفير المنامات للكثير من الكوادر اللي يعني كانت تعمل في عملية الانتخابات. وكان أيضا المجلس بيفتح العشرات من مراكز الشبابية كمراكز للهيئة المستقلة للانتخابات، حتى أنه يكون يعني استجابة المجلس اللوجستية مع الهيئة نحو الهدف الوطني في إنجاح هذا العرس الديمقراطي. بالنسبة للرسائل اللي وجهها جلالة الملك وكانت هي رسائل واضحة، إحنا من خلال 140 مركز شباب و13 مديرية شباب مختلف مراكز المملكة، حقيقة كان لها اهتمام كبير جدا من عطوف الدكتور سامي المجالي رئيس المجلس الأعلى للشباب وفرق العمل اللي أخذت على عاتقها الخطة اللي أقرت في المجلس الأعلى للشباب، وهي إطلاق منابر حوارية حول هذه الأوراق حتى نرى يعني أين الشباب هم من توجيهات جلالة الملك، وأين رأي الشباب أيضا وموقفهم من هذه المبادرات، حتى يكون المنابر الحوارية متبادلة ما بين القيادة وما بين الشباب بما تعني الكلمة من معنى، وليس مجرد أنه ينظر إليها كإملاءات. بالعكس الشباب كان لهم دور وكان لهم رأي وكان لهم إضافات وكان لهم أيضا تأييد لهذا الموضوع، فإحنا كنا نفتخر في المستوى اللي كانوا شبابنا في كافة المراكز الشبابية لتحقيق هذا الأمر الحمد لله. أنا بدي أسأل يعني حول هذا الموضوع لأنه أنتم الأقرب إلى الشباب. نعم. تقييمك بموضوعية، لأنه أنا كتير بتألم من كلمة إنه هذا الجيل شو بده يطلع منه خير؟ لا، في كل الخير. نعم. في كل الخير. تقييمك بشكل موضوعي لوعي الشباب فيما يتعلق به، حمل هم الوطن، إدراكهم للواقع الوطن، الشارع الأردني إيش بيصير فيه، هل عندهم فعلا وعي كافي بأنه إنه شو اللي بيصير على الساحة الأردنية بشكل عام؟ هل هم فعلا مهتمين؟
والله أنا بكل صدق وصراحة من خلال تعاملي ومحاوراتي مع الشباب في أكثر من مواقع وظيفية، لدينا حوارات مع الشباب، يعني مقولة أنه هذا الجيل إيش بده يعمل، يعني هذا على الساحة الدولية والعربية إحنا شفنا أنه هذه الأجيال كانت قادرة فعلا أنها تعمل، بغض النظر عن أنه هذا الاتجاه كان سلبي أو إلا أنها كانت قادرة أن تعمل. الأردن تنبه مبكرا لمثل هذا الموضوع، يعني ذكر عند تأسيس المجلس الأعلى للشباب في عام 2001 خلفا لوزارة الشباب، وهذه تجربة المجلس الأعلى للشباب اللي الآن تعمم على معظم الدول العربية، لأنها كانت تجربة لها استمرارية، فيها استقرار في قيادة المجلس. يعني احنا كان عندنا وزير الشباب معدل تغيير الوزير 7.5 أشهر، بينما المجلس الأعلى للشباب معدل التغيير حوالي 3.5 سنوات، وهذا له أثر كبير جدا. فكانت الإرادة الملكية بتقول أنه نرغب أن نرى احتياجات الشباب على سلم أولوياتنا الوطنية، وتم فصل الرياضة عن الشباب 2001، وبالتالي كان هناك المجلس الأعلى للشباب وكانت الاستراتيجية الوطنية للشباب. الاستراتيجية عشان بالزبط. ما يدركنا بس الوقت. أكمل لك جزئية جدا عن موضوع الشباب. الاستراتيجية الوطنية للشباب شارك ببنائها 89 ما يزيد عن 89 ألف شاب وشابة، وبالتالي النهج الاستراتيجي اللي استخدمه المجلس الأعلى للشباب استطاع أن يتعرف على احتياجات شبابنا، وهي احتياجات جدا قوية. لكن احنا حقيقة نرى شبابنا بميزانهم الحقيقي عندما نرى احتكاكهم مع أقرانهم من العربية بصدق أنهم دائما المبادرين والسباقين، لأن الأردن اشتغل على الاستثمار بالشباب وليس احتواء الشباب، وهذه مسألة طويلة. يعني والاستثمار في الشباب يمكن خططه كتير كبيرة وبده جهود، بده كتير كبيرة. الأردن استخدم خطط استراتيجية، الخطط الاستراتيجية. أنا بدي أدخل على استراتيجية المجلس الأعلى للشباب، هاي الاستراتيجية اللي انطلقت بمهمات وأهداف كتير بعيدة وواسعة. الآن إحنا للألفين وطلع شو الاستراتيجية، الآن بدنا نقيم شو اللي أنجزتوه، وبدنا ناخد الخطط بالنسبة للمراكز الشبابية لعام 2013. نعم، حقيقة المجلس الأعلى للشباب من 2005 هو بنتهج النهج الاستراتيجي في التعامل مع احتياجات الشباب. نعم. وفي تنفيذ خططه وتقييمها، وإحنا لما بنقول استراتيجية يعني يفترض أنها مرت في كل المراحل العلمية في عملية إقرارها وتقويمها، فكانت المرحلة الأولى من 2005 لل 2009 ومددت الى 2010. نعم. الان بكل وضوح يعني احنا حوالي سنه اوقفت موضوع الاستراتيجيه نتيجه كثره التغييرات الاداريه اللي عصفت في المجلس الاعلى للشباب، مره وزاره الشباب ومره مجلس على الشباب ومره نعود، وهذه حقيقه انها يعني مساله ثانيه صدقا، يعني نتكلم عنها بالم. الان در عطوفة رئيس المجلس الأعلى للشباب ومجلس إدارة المجلس الأعلى للشباب، وهم من يعني الكفاءات الوطنية، رؤساء الجامعات وإخواننا من هذا الجانب، في إعادة مراجعة وثيقة الاستراتيجية الوطنية للشباب للمرحلة الثانية. نعم. لتكون 2013، يعني متوقع أن تطلق في نهاية 2013 إلى 2018. الآن نحن في طور مراجعة احنا وثيقة، لكن صار في عنا بعض الآراء العلمية فيما يتعلق في استخدام بعض المصطلحات أنها دارجة أو غير دارجة. نعم. وفيما يتعلق أنه احنا الآن الاستراتيجية تم بنائها خلال سنة وتم وقفها في سنة، فنحن نتكلم زمنيا عن عامين. في هذه العامين الماضيين حدث الكثير من المتغيرات التي تؤثر على احتياجات أولويات الشباب وحتى على الأولويات الوطنية. ومن هنا من جانب العامل الزمني وجانب المراجعة العلمية، الآن تم تشكيل لجنة توجيهية عليا للاستراتيجية الوطنية للشباب. وإحنا لما بنحكي عن استراتيجية وطنية لا نتكلم عن استراتيجية مجلس أعلى للشباب، ولكن عن استراتيجية وطنية تضم الشركاء الوطنيين أن كانوا الحكوميين أو غير الحكوميين، بالإضافة لبعض الخبرات من المنظمات الدولية فيما يتعلق في الجانب الشبابي. ونحن الآن يعني لسه مبارح كان عندنا اجتماع رقم 4 للجنة الفنية، وإن شاء الله ستكون في حلة جديدة. طبعا إحنا لما بنحكي عن استراتيجية لا نتكلم عن احتياجات الشباب، ولكن من خلال الوسائل العلمية الشباب أنفسهم يتكلموا عن احتياجاتهم، وخبراء
يقوموا بصياغتها إلى برامج تترجم هذه الاحتياجات، وقد يكون هذا هو سر نجاح برامج المجلس الأعلى للشباب وقابليتها من قبل الشباب، إذا جاز إلي أن أقيم هذا الوضع. إن شاء الله. أنا بدي أدخل على موضوع هام جدا، الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني والمجلس انتبه لهم في هذا الموضوع، يعني أخذوا حقوقهم ولهم حقوق لازم أنهم يأخذوها. بالتأكيد بالتأكيد. هم جزء يعني. أكيد. فنحكي عن مدى إدراككم لأهمية مشاركة الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة. إحنا حقيقة ذوي الاحتياجات الخاصة أول شيء نظام الأندية والهيئات الشبابية يبيح لهذه الفئة أن تنشئ أو تؤسس الهيئات الشبابية والأندية على غرار أي شيء ثاني، ولا يشترط أن يكون العضو في هذه يعني أن يكون معاق إلا بنسب هم كما يروها المعاقين أنفسهم إن صح التعبير. إحنا حقيقة في تشبيك وتواصل حقيقي مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعاقين، وأنا أتشرف مع سمو الأمير رعد بأن أكون عضو في مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أنه المجلس الأعلى للشباب من خلال سياسته في عملية الاستراتيجية الوطنية وبرامجه كل هذه المسألة، عندما نقول شباب نقول ذكور نقول إناث نقول الأشخاص المعاقين نقول الأشخاص بالبعد الجغرافي بالبعد بكل هذه الأبعاد. فإحنا في المجلس الأعلى للشباب يعني حتى منشآتنا بدأنا وهي منشآت قديمة نوعا ما، بدأنا في بعض التحسينات حتى نستطيع أنه نقدم خدمة لهذه الفئة على إطار دامج وليس منفصل عن بقية الناس من الصحيحين الجسم. يعني على سبيل المثال إحنا معسكرات الحسين يكون فيها من الإخوان والأخوات المعاقين من ضمن البرنامج نفسه، يعني مش بشيء مفصول على الإطلاق، لكن هم بالتأكيد لهم حصة عنا طيبة كبيرة، وصدقا هم يمتازوا بنشاط يعني ومبادرات طيبة جدا يعني تلفت الانتباه. حتى بتشوف منهم بمعرات طاقات إبداعية متميزة، لأنه سبحان الله ربنا بعوضهم بشغلات ثانية في قضية التفكير والمبادرات والإبداع في كثير من قضايا حقيقة هم يتحدوا هذه. حتى المجلس الأعلى للشباب حقيقة يقوم ببعض الدعم أو ببعض الخصومات للجمعيات اللي ترعى هذه الفئة من خلال الواجب، مع أنه إحنا مش من واجبنا موضوع الجمعيات إلا في هذه الفئة بنشوف أنه لزاما علينا أن نكون بجانبهم باستمرار. بدي أدخل على كمان موضوع هام جدا وهو مركز إعداد القيادات الشبابية. هذا المركز كتير مهم، وإحنا فكر بأنه شبابنا هم إلهم المستقبل، فإحنا بحاجة لقيادات شبابية توصل لمرحلة معينة إنهم أساسين ومأسسين بطريقة صحيحة. فشوية نحكي عن هذا المركز. بالتأكيد هو مركز إعداد القيادات الشبابية هو معني في ضبط جودة القائد الشبابي بما تعني الكلمة من معنى، ودوره يأتي مكمل يقوم به التوجيه مديرية التوجيه الوطني والشؤون الشبابية ومديرية الأندية ومديريات الشباب بالميدان والمراكز الشبابية. هو دور تكميلي، لكن حقيقة أنه في هذه الأيام المركز يعني هناك قفزة نوعية كبيرة جدا، ونحن نعتمد دائما في على عملية الشراكات حتى هناك جودة أعلى من الوضع الطبيعي. وبحيي أنا الأستاذ محمد الصمادي اللي هو رئيس المركز، فتح شراكة مع المنظمة العالمية للشباب وتحت عنوان كيف إحنا بدنا نطور هذا المركز حتى يكون بالمستوى أنه يخرج قيادات شبابية، بالإضافة إلى الجانب الرياضي المتعلق في عملية ترخيص المنقذين، وفي لهم إنجازات كبيرة جدا في هذا الجانب والمدربين وإلى آخره من هذا الموضوع. لكن المركز الآن يخضع إلى مراجعة حقيقية لحتى يكون قادر على، حتى احنا في عنا الآن على الخطة الجديدة للمركز برنامج ضخم اسمه القائد الشبابي، وسيستمر إلى حوالي 9 أشهر، ويأخذ كل شهر حلقة من هذه الحلقات، ويكون دوره مع ملين مع الشباب من جهة ومع المتميزين من الشباب من جهة أخرى. الفئة العمرية دكتور رشاد يعني للانضمام لهذه النشاطات وبيوت الشباب اللي رح نحكي عنها معي دقيقتين، نعم بس نعم أحكي نعم فيهم. نعم. في فئات عمرية محددة؟ إحنا حقيقة المجلس الأعلى للشباب يتناول الفئة العمرية من 12 سنة إلى 30 سنة، ولكن هذه الفئات طاقة. مقسمة طبعا مقسمة حسب فئة عمرية وللذكور والإناث طبعا. فإحنا بنأخذ 12 سنة إلى 30 سنة في كافة أنشطتنا مع اختلاف البرامج واختلاف طبيعة البرامج حسب الفئة العمرية.
ناخذ بيوت الشباب المنتشره في كافه انحاء المملكه، وهي البيوت يعني احتوت الشباب بانشطتها بافكارها بالتوعيه فيهم بالنشاطات الرياضيه، نحكي عنها شويه. والان هل انتم غطيتوا كل بيوت الشباب؟ يعني احنا كافه محافظات المملكه في ان بها بيوت شباب باستثناء محافظه جرش، والعمل جاري على استحداث بيت شباب في محافظة جرش إن شاء الله في المستقبل القريب. وهذه البيوت، وأيضا كمان صار في عنا بيت شباب جديد اللي هو سجن الجفر القديم، تم تحويله إلى بيت شباب، وسيكون بيت شباب ضخم وله معاني في تطور الدولة الأردنية من سجن إلى بيت شباب يحتضن الشباب، وراح يكون في له يعني أهمية كبيرة جدا في معسكرات الحسين القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. سؤالي الأخير بنصف دقيقة أو أقل، هل تتقاضون رسوم رمزية عن كل هالأنشطة والخدمات اللي بتقدموها؟ بالنسبة للشباب اللي بكونوا في أنشطتنا لا نتقاضى عليهم أي رسوم، بالعكس إحنا نتحمل كافة الرسوم، الإقامة والبوكت ماني كمان للشباب بكل هذه الأمور. لكن من يأتي من النزلاء لاستئجار هذه البيوت يتم تقاضي رسوم تشغيلية، وغالبا ما يتم طبعا للأندية وإشي خصومات عالية حتى على الرسوم الرمزية يتم في، فهي رسوم بسيطة جدا لغايات الصيانة السريعة والبسيطة لهذه البيوت إن شاء الله. عطوفتي الدكتور رشاد الزعبي الأمين العام لمجلس الأعلى للشباب، بالتوفيق إن شاء الله. الله يعطيكم العافية، لأنه أنتوا تاخذوا يعني فئة عمرية ماخذ النصيب الأكبر من سكان الأردن والمستقبل لهم. جزيل الشكر يا سيدي. الله يعطيكم العافية. شكرا. شكرا لك. الله يبارك فيك.